السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الأخوة الكرام. فرحتنا اليوم الشاطئ هوارة. شهر 9 دابا غادي يبدا كينقر شوية. هذيك المارية اللي جات كبيرة ديال الكونفيسيون 15 طمرات في الربيع ولكن باقي شوية لداخل. الحر اليوم مهدم. نتمنوا على ربي يبقى مهدم. الرياح حمالية غربية ضعيفة إلى مبتدئة. والحر هو كتشوف القليل هيجان. هذا بتي خوي ما غادي نظهر ان شاء الله نشوفوا الموافقه في الحلقه تاع العالميه يعني اصلا غير مره يخلينا في جيوه يوم عندي ما دحنا هي اللي عندي غادي نجربوا بها ونجيبوا فريفرا نقيسوا بها فيه. القصبات ندخلو غير بالشد ديال اليدين ماشي ماشي نهزهم دون نوركو عليها حتى تلصق مرة إما تهرس إما تلصق راه عامل ليها القياس ديالها بمجرد ما تحس بها دخلت مزيان صافي الله يجعل البركة ما تفورسيش عليها بزاف وما تخليهاش خارجة بزاف لأنها يعني هكاك باش كتهرس القصبة أولا كتلصق لك مرة وخصك ما جمال ونوع باش تحيدها. هي اللي كيشد هادي ما كتبغيش تدخل كيبدا يحك فيها راه هي كتخسرها هي راه تدخل القياس ديالها دابا انا ما دخلتهاش مزيان حتى ركب الماكينه هما نستعمل الخيط ديال 20 حر ما يبدا شوية الخيط ديال 20 غنستعمل دابا نقاد القصبة ديالي ندورها على قياس الماكينة عاد نزيرها ولكن ماشي بزاف هاهي دابا نقادها نزيرها غير شوية وصافي صافي الجهد ديال اليدي ماشي نفورسي عليها ولا كيبي كيحطها مع الأرض ويهبط عليها بالقوة ديالو بالوزن ديالو كامل هي تتخسرها إما غتهرسها إما غتكونسها مية وربعين غرام ديال البيراميد الترقيعة غادي نعمل فيها متر ونص الحيط ديال 35 وسنينيرا رقم 4 واخا الباكية رقم 6 عاملين فيها ولكن هذاك الترقيم غير ماشي هو هذاك الحقيقي هنا ازاري مزورة الرقم ماشي هما هذاك غنعمل جوج بويدات لأنهم صغارين يعني ما دحناش صغيرة شوية ماشي صغيرة مقرطقة طويلة كما هكذا وندير واحدة أخرى نديرو ليهم الشبادة باش نسوي
بسم الله يفتح يا رزاق. ربي ما يكون ربيع، نزيدو البيكي كاع الداخل. هنا كاين الربيع، ها هو هنا في جنبي، هنا كاين وصلنا في الشافي رميم ما تيبانليش. بالجنب كاين شي شوية. يا بسم الله يا فتح يا رزاق. كاين الربيع، عندك غير قيسنا الخيط. لا ربي ما يخصوش الخيط. الخيط طاح في الماء، عرفت كيفاش تسلطني؟ ما شفتوش. ما تكون راه حتى شي حاجة، المهم غنجربو نشوف. جبدوهم علينا. مرة بالربيع غادي تنجبدها عاد نكمل لكم التصوير. الكبار اخرى، الكبار اخرى اللي هي في الصحي. كاين شي وحداكم صحتها عمرت بالربيع، جبتها خويتها وعاود رجعتها بدلت البلاصات من هنا وليت جهة اخرى. الناس قوم في الغنزير، الريح مناسبة والحر مناسب، الربيع دابا هو اللي شوية من حنطة الدنيا. ما غادي يتهدم شي شوية، الناس قوم بعدا. باقي كنستعمل قصبة وحدة، لأن كاين ربيع كل مرة كنجبد ربيع. واحد الوقيتة ضربت على فريفرة، ماشي ما شتاش ضربت، ولكن ملي جبدتها لقيتها مقسومة ثلاثة. قصبة أخرى راه بزاف الحرة كيعمر، غادي تيجري عليه، رانا بحال الترعيرة الأولى. وحنا باقيين كنتسناو. الحر شوية هاج. جبدوها ما جبدت ما والو، كتقل بعينها هاد الربيع. غنبقى شوية الربيع، ولكن داك كان طلع ما عرفناش شنو نطلعو، واش شي حوته ولا عار ربيع. من نوع تكون حوته، ما كيبان حتى شي حاجه، ولكن نقلبوها. من نوع تكون شي حوته، يا بسم الله يا فتح يا رزاق. حوتة، أوه الحلاوة، شحال تسميناها. أي 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 لا تقع. مكان الزياطة
يا تجربة حوسة. أول حوسة ديالها رخيبة، دايبو أون بليم سور أبتيك. أول وحدة ديالها مسكينة هي كدشن. هادي عندي طعمة فريفرة، درت ليها ثلاثة د فريفرات، اما وحده وجوج تاكلهم دغيا. صغرت شويه السنانر، كنت عامل أربعة، بعد علمت رقم واحد وعاود رجعت رقم أربعة. نتمنى على ربي توصل على خير. ولحد السعر انا ما بغيش نرمي قصبات بجوج، لان واخا الربيع نقص شي شويه فانا كيشلط ما كتعرفوش فوقاش يقدر يهجم عليك. وديك الساعه تتوحل هي وحده، وحلت معاها اليوم من الصباح وانا كنجبد في الربيع من الصباح. دابا عاد شويه تهدم. صافا تتنطر مرة تتنطح. هي بدات كتنطح. ثلاثة فريفرات باش إلا حتى تاكلهم دغيا. قلنا نعمرو ليها فريفرة موجودة عندي، جبتها اليوم كاينة موجودة. هذه الراطة دخلت، هي تضرب حدايا، هي تضرب حدايا، هي حدايا. أنا الشمس عامياني. هي كتعوم حدايا لكن الشمس عامياني، ما تنشوفهاش كي دايره. حتى نتوما ما غتشوفوهاش باين، تتخرج وصافي. ما عرفنا واش كبيرة ولا صغيرة، المهم الجبيد راه قويس حشوية. هاهي تبارك الله، هاهي هاهي نعمة الله، هاهي نعمة الله. وي هي باغا تهروية صح، باغي تزيد. بسم الله بسم الله بسم الله على سلامتنا. اوه لا حلاوة تبارك الله، الخير الله. بلعاهم ثلاثة. اوه لا حلاوة لا حلاوة، رحمة الله. زوينة خير، ممتازة ممتازة. هذا الربيع هذا، أنا كنحس بالحوسة، هذا الربيع.